الفني اللي متهيأ بقاله أكتر من 20 سنة. أنا ظالم كريم صنايع، علشان كده هعي ضايع. أنا ظالم كريم صنايع. التعليم الفني هو طول عمره متهان ومتهمش، وقدمنا مذكره من اول التربيه والتعليم لحد مجلس الوزراء، قدمناها لمجلس المجلس الاعلى للجامعات ومفيش اي حل ليها. ازاي نسبه القبول للكليات تزداد واحنا ومفيش حد يخش الكليات؟ هي دي المشكله عامه. قدمناها للدكتور ابراهيم هلال، دكتور مجدي بخيت، قدمناها لوزير التربيه والتعليم، وزير التعليم العالي، المجلس الاعلى للجامعات، كل الموضوع ده وصل للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، وبرده مفيش اي حد نظر لمشاكلنا. طب هو بيعمل مدارس ليه وهو ملوش مكان لينا في جامعات؟ احنا المفروض يبقى عندنا مكان في الجامعات، مش قادر يبقى قافل المدارس ويدخلنا كلنا ثانويه عامه، ما يسيبلناش مدارس ونتعلم سنين وفي الاخر يجي لنا تربيه نوعيه. احنا العشره الاوائل على المدرسه، انا من العشره الاوائل واصحابي، مفيش حد مننا دخل هندسه. طب مين دخل هندسه؟ يقول لي ال 10% دول جابهم منين؟ يقول لي ال 2046 طلب اللي هو بيقول عليهم جابهم منين؟